يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة عايز افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. يلا بينا نبدأ حلقتنا، وعايزين اول حاجة نتكلم عنها فصل الخريف. احنا دلوقتي فصل الخريف، وهنتكلم بقى عن الحاجات اللي احنا نقدر نلبسها في فصل الخريف، لانه في الوقت اللي احنا فيه ده بيبدا الجو كده يحلو ويبقى فيه نسمه من الهواء بارده شويه، فالموضوع بيبقى حلو جدا الحقيقه، ولكن بيبقى احنا محتارين مش عارفين ننزل واحنا لابسين ايه. في النهار الدنيا بتبقى حر سنه، واول ما الليل يليل تبدا تبرد سنه، فاحنا ما بنبقاش عارفين نلبس صيفي ولا نلبس شتوي، ناخد معانا جاكيت ولا ما ناخدش معانا جاكيت، وهل الجو اصلا يتحمل جاكيت ولا لا. فاحنا دلوقتي معانا على التليفون ستايلست مها لاشين علشان نعرف منها افضل انواع الاقمشه اللي نلبسها في فصل الخريف، ونعمل ايه، ناخد جاكيت ولا ما ناخدش. اهلا بيكي يا مها، منوراني. اهلا بيكي يا نوره، ازيك؟ الحمد لله. ايه الاخبار، كله حلو؟ الحمد لله حلو. فصل ان شاء الله كده يكون على الجميع ان شاء الله خير يا رب. انا شخصيا بحب الخريف جدا جدا جدا، وبحس ان هو من اجمل فصول السنه، لان هو زي ما انا قلت كده بيبقى فيه نسمه الهواء الساقعه اللطيفه، مفيش الحر والتلزيق والتعب، ولا فيه البرد ان الواحد يبقى عظمه حاسس ان هو هيتكسر منه ومتكتك وكده. ايوه مظبوط. فانا بحب الخريف جدا جدا، وكمان مختلف بالظبط، ومختلف عن الربيع، ما فيهوش زعابيب امشير، وما فيهوش الحاجات الغريبه اللي بتحصل دي. أيوة. مش الرياح والزعابيب بالظبط كده. بس المشكله في الفصل ده ان احنا ما بنبقاش عارفين نلبس ايه، يعني احنا ما بنبقاش عارفين الصبح ننزل بحاجه صيفي ولا بحاجه شتوي ولا اصلا في حاجه خريفي، يعني ايه انواع الاقمشه المناسبه للبس في فصل الخريف؟ هو بالظبط زي ما انت قلتي، هو الفكره في القماشه، يعني فكره الاقمشه اللي انا هستخدمها في فتره الخريف هي دي اللي يعني بتخليني البس ايه الصبح وبالليل، وتكاتشورت الدوشه اللي ممكن نخش فيها دي. فخلينا نقول ان الاقمشه او من افضل الاقمشه اللي بتناسب فتره الخريف، لان بحر الاقمشه واسع جدا، خلينا نتكلم على انواع اقمشه اقدر الاقيها في بيسز تناسب فتره الخريف بسهوله. فعندنا اقمشه مثلا المايكرو فايبر، ودي بيكون نسيجها من مواد طبيعيه، فاليافها بتكون صغيره وناعمه جدا في الملمس، فمناسبه جدا لفتره الخريف. عندنا كمان قماشه الجينز، وهي من الحاجات الموضه جدا في موسم الخريف اللي جاي، بس يكون الفول لوك كله دينم او جينز على جينز، ابقى لابسه جينز على جينز، وهي قماشه مريحه جدا، في منها الخفيف وفي منها التقيل شويه. فدي قماشه اقدر البسها الصبح او بالليل في فتره الخريف. كمان معانا قماشه الكتان، من القماشات الهايله جدا اللي اقدر البسها الصبح، مناسبه جدا في الصبح الخريف عشان سنه الحر اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي. واقدر كمان لو هي بيور كتان فاقدر اعمل لها ليرنج، فور اكزامبل اقدر البس معاها مثلا فيست. فهي مناسبه جدا لفتره الخريف. عندنا كمان قماشه الجبردين، من الاقمشه المناسبه جدا، هي قماشه شويه شبه الجينز كده بس على اخف شويه. فهي برضو من الاقمشه مناسبه جدا لفتره الخريف، خصوصا اقدر البسها بالليل ما تناسبش الصبح برضو. الجبردين بالليل الطف. الجبردين بالليل بالظبط، مناسب جدا لبالليل، لكن الكتان اقدر البسه الصبح واقدر البسه بالليل. كويس جدا. عندنا كمان من الاقمشه المناسبه لفتره الخريف، عندنا الشيفون والدانتل، من الاقمشه المناسبه جدا اللي اقدر البسها واعمل لها، يعني اعمل لها ستايلنج، بحرها واسع في الستايلنج. فمن الاقمشه المناسبه لفتره الخريف، بس هي مناسبه اكتر بالليل، يعني هي بتكون اشيك والطف ان انا اقدر البسها واعمل لها ستايلنج في فتره بعد العصر، يعني من بعد العصر بالليل اقدر البس الشيفون او الدانتيل. كويس. كمان معانا قماشه الحرير، حلوه جدا في فتره الخريف، واقدر اوظفها سواء الصبح او بالليل حسب برضو ازاي هعمل ستايلنج للبيس نفسها. في كمان قماش لا غنى عنه طبعا، اللي هو القطن، هو من الخيارات طبعا المناسبه جدا في فتره الخريف، وكمان مريح جدا. في كمان عندنا قماشه الكشمير، من القماشات الناعمه والخفيفه، فمناسبه جدا لفتره الخريف، واقدر البسها بالليل مش بالنهار. في حاجه قولي لي. لا 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 اكملي، لو عندنا انواع قماشه تاني. عندنا كمان بيس مهمة جدا وموضة جدا في السيزون ده، اللي هي الشيلان، مناسبة جدا لفترة الخريف، لا منها باخد جاكيت ولا كده، وفي نفس الوقت هي بتدي غنى للستايل اللي انا عاملاه، لان الشيلان اللي طالعة موضة في الموسم ده، شيلان بتكون طبعاتها مميزة، يعني البرنت بتاعت الفابريك نفسها ليها توظيف في اللبس.
فبتتعامل كأنها اكسسوارز فبتضيف لللبس، يعني مش بس بتديني دفى او كده، لا كمان بتدي شكل اللبس. طبعا الشيلان مناسبه بالليل مش بالنهار. كمان معانا قماشه الصوف، بس الصوف الخفيف والناعم اقدر البسه بالليل، لان في مناطق بتكون ابرد من مناطق زي ما انت عارفه. فقماشه الصوف الخفيفه والناعمه مناسبه جدا لفتره بالليل في المناطق اللي هي بتكون برد شويه او الهواء فيها شديد شويه. وطبعا طبعا ابعد عن اي قماش صناعي او في بليستر، وانا بصراحه مش بفضله في اي سيزون، يعني في اي موسم انا مش بفضله. فده كده يعني ممكن نقول الاقمشه العامه اللي اقدر الاقيها بسهوله في بيسز كتيرة جدا، لأنه فصل خريف فصل شوية محير في اللبس. أكيد. طب ألوان خريف 2024 بقى، إحنا معانا ألوان إيه السنة دي؟ إحنا معانا ألوان، هقول ألوان مستمرة معانا، لون البرجندي أو اللون العنابي من الألوان المستمرة معانا من الموسم أو من الشتاء اللي فات لغاية دلوقتي برضو واخد صدارة. معانا لون الباستل يلو أو اللي هو لون الزبدة الأصفر اللي هو الزبدة. معانا كمان لون الزيتي من الألوان برضو الترند جدا في خريف وشتاء 2024 و2025. كمان معانا درجة السكاي بلو اللي هو لون السماء اللي هو اللبني الفاتح قوي، برضو من الألوان الموضة جدا والجديدة في الموسم ده. كمان من الألوان الموضة والجديدة في الموسم ده لون اللايت بينك أو لون البلاشر اللي هو البامبا الهادي جدا. لون اللايت بينك ده برضو من الألوان الجديدة وموضة جدا في الشتاء. في كمان معانا لون الجراي برضو مستمر من السيزن اللي فات لسه برضو موجود معانا. في كمان درجة طبعا الشوكليت براون، درجة البني الغامقة برضو حلوة جدا وطالعة بستايلات لطيفة جدا. فدي دي من الألوانات الموجودة معانا في السيزن اللي جاي واللي هنشوفها في البيسز الموجودة في معظم المحلات الموسم الفترة اللي جاي. جميل جدا جدا مها لاشين ستايلست، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، ويعني قلنا كده نتكلم معاكم عن موضوع الهدوم ده، لانه الحيره بتاعت فاصل الخريف زي ما قالت مها حيره الناس كلها بتبقى واقعه فيها، الواحد مش عارف يلبس شتوي ولا يلبس صيفي ولا يعمل ايه. ففي اقمشه مناسبه لفصل الخريف، وكمان عرفنا الوان الخريف السنه دي الموضه هتكون عامله ازاي. تعالوا بقى نروح نتكلم عن خبر تاني، والخبر التاني ده بيخص او يعني الموضوع التاني بيخص الفنانه سلمى ابو ضيف. سلمى ابو ضيف اعلنت عن حملها من زوجها ادريس عبد العزيز، وكمان كشفت عن نوع الجنين وقالت ان هي هتجيب بنت، وده كان من خلال ظهورها على غلاف مجله فوج العربيه. خضعت لجلسه تصوير وابرزت فيها حملها، وظهرت في أكتر من صورة بموديلات كلها بتتميز بالشياكة والأناقة والراحة. قالت سلمى إنها أول لما عرفت إنها حامل حست بمشاعر متضاربة، كانت مصدومة في الأول لكنها كانت فرحانة برضو في نفس الوقت ومتوترة، واتمنت إنها تكون أم متفهمة وحنونة على أولادها. وقالت إنها كتبت جواب هي وجوزها إدريس علشان يوثقوا مشاعرهم لبنتهم المستقبلية، وقالوا فيه إنهم محظوظين بإنها هتكون بنتهم. طبعا احنا بنبارك لسلمى ابو ضيف كده من كل قلوبنا، مليون مبروك يا حبيبتي على الحمل، وباذن الله تقومي بالف سلامه وتطمني على البنوته. والصور على فكره يعني جميله جدا ومبهجه ومختلفه، يمكن ناس كتير لما شافت الصور في ناس استغربت وفي ناس يعني اتكلمت او هاجمت شويه، لانه الصور مختلفه. يمكن احنا ما شفناش نجمات عربيات كتير عملوا النوع ده من صور الحمل او الاحتفال الحمل، يمكن نشوفه عند الأجانب أو الفنانين الأجانب يعني، ولكن سلمى أصلا كده كده فنانة مختلفة كمان، واختارت توثيق اللحظة بالشكل المناسب ليها واللي يليق عليها هي وعلى شخصيتها وعلى طريقتها هي شخصيا في طريقتها في الأداء الفني أو حتى الموديلنج اللي كانت بتعمله. فاحنا سعداء جدا جدا بسلمى ابو ضيف، وبنتمنى لها السلامه ان شاء الله هي والبنوته. وما تتضايقيش لو شفتي اي كومنت يعني مش لطيف، افرحي بالفتره الحلوه اللي انت فيها، افرحي بحملك وبنتك اللي جايه، واعملي الحاجه اللي كده كده انت بتحبيها وشايفاها بالنسبه لك صح وخلاص، هو دي اهم حاجه. يعني ما نحاولش نحاول ما نلتفتش للكومنتات السلبيه، كل واحد يعمل الحاجه اللي تريحه والمناسبه ليه والمناسبه لطريقه فكره، واحنا ملناش حاجه في الاخر يعني في الموضوع ده. فمليون مبروك. نروح بقى نشوف معاكم كده
فيديو مهم جدا كل الستات بقى يا ريت لو تركزوا مع الفيديو اللي احنا هنعرضه دلوقتي ده، لانه في نصيحه مهمه جدا. نروح نشوف الفيديو ونرجع نكمل معاكم. طبعا معظم البيوت دلوقتي بقت بتستخدم الاير فراير بشكل يومي علشان تحاول ان هي تعمل اكل صحي ليها ولولادها، ويكون الاكل ده فيه زيوت او دهون كمان قليله زي ما شفنا كده في الفيديو. بس لازم يكون في شروط معينه لازم ناخد بالنا منها واحنا بنستخدم الاير فراير. يعني احنا لازم نستخدم ورق الزبده لو الاير فراير بتاعتنا مش ازاز ولا ستانلس ستيل. كمان الماده اللي لونها اسود في الاير فراير العاديه لما الاكل بيجي عليها بتتفاعل معاها، طبعا لما الاكل بيجي عليها وبتسخن فبتتفاعل معاها وبتسبب سرطانات. فاحنا لازم ناخد بالنا كويس جدا احنا الاير فراير بتاعتنا نوعها ايه ومن جوه عامله ازاي. لو حسينا ان هي مش المواصفات المناسبه نحط بقى ورقه زبده علشان نفصل ما بين الاكل وما بين الاير فراير نفسها. كمان بلاش تعلو درجه الحراره عن 170، وبيفضل ان احنا نعتمد اكتر على الاكل المسلوق اصلا عموما بقى في حياتنا، ان احنا ناكل اكل مسلوق ده هيبقى صحي اكتر لجسمنا وهنستفاد منه اكتر. ده بالنسبه للاير فراير. الاير فراير دي يمكن دخلت البيوت الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا جدا، لانه كان دايما يتقال انه هي اصح بكتير من قلي في الزيت وكده، والولاد كلهم الصغيرين بيحبوا البطاطس المحمره والفراخ البانيه والمش عارف ايه الحاجات اللي كلها تتقلي في الزيت دي. وفي ولاد كتير بتتمرن مثلا، يعني اللي بيتمرن سباحه واللي بيتمرن كوره واللي بيتمرن سله واللي بيتمرن تنس، فمحتاجين تغذيه معينه، تغذيه سليمه معينه. فلازم ناخد بالنا كويس قوي واحنا بنستخدم الاير فراير، علشان يعني احنا اصلا الغرض الاساسي ان احنا نعمل اكل صحي، فلازم ناخد بالنا واحنا بنستخدمها هي نفسها هل هي صحيه ولا مش صحيه. ولو مش صحيه زي ما قلنا لكم كده البديل نحط ورق الزبده، نستخدمها على 170 درجه مش اكتر من كده، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نلجا للاكل المسلوق اصلا. النهارده بقى عندنا ايه؟ النهارده حلقتنا مهمه جدا، فيها معلومات لازم كلنا نكون عارفينها. في فقرتنا الاولى هنعرف ازاي نحمي تليفوناتنا وصورنا من الاختراق، وضيفنا هيكون مهندس حمدي عبد الرحيم صانع محتوى تقني وخبير امن المعلومات. وفي فقرتنا الثانيه هنقول لكم على اهم الاسعافات الاوليه اللي لازم تكونوا عارفينها وتقدروا ان انتوا تطبقوها في اي ظرف طارئ ممكن يحصل معاكم لا قدر الله. وضيفتنا هي دكتور منار حسن مدربة إسعافات أولية بالهلال الأحمر المصري. خلينا دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع نبدأ معاكم فقراتنا، استنونا. الموبايلات بقت شيء اساسي في حياتنا، تقريبا كده في ايدينا الموبايل 24 ساعه، احنا واولادنا وابائنا كلنا ماسكين على طول الموبايل. بالرغم من ان الموبايل ليه ايجابيات كتير مع التطور التكنولوجي الفظيع اللي احنا بقينا فيه، الا ان احنا بقينا بنشوف برضه سلبيات اكتر. بقينا حاسين اننا مترقبين طول الوقت، مخترقين طول الوقت. لو فكرنا في فكره بتظهر لنا على الموبايل، لو سالنا سؤال بنلاقي اجابته فورا على الموبايل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد بس باننا نفتح الانترنت. ده غير طبعا خوفنا الدائم على صورنا وقلقنا من الاعلانات الغير مناسبه اللي ممكن بتظهر على تليفونات ولادنا. فاحنا في فقرتنا النهارده هنعرف ازاي نعرف نامن تليفوناتنا وتليفونات اطفالنا، وازاي نقدر نحمي صورنا من الاختراق. وضيفنا هو المهندس حمدي عبد الرحيم صانع محتوى تقني وخبير امن المعلومات. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبعا موضوع مرعب جدا جدا جدا، موضوع الموبايلات ده، وان احنا دلوقتي البني ادم بقى عباره عن موبايل. اكيد كل حاجه احنا بنمر بيها في حياتنا بتتسجل على الموبايل. حالتنا النفسيه، حالتنا الصحيه، بنحب ايه وبنكره ايه، كل حاجه بقت مرتبطه جدا جدا بالموبايل. تمام. فبقى الموضوع مرعب اكتر دلوقتي، ان احنا ما بقيناش عارفين احنا مخترقين ولا لا، احنا الصور بتاعتنا ممكن يكون حد بيعرف ياخدها او ينقلها، المعلومات عموما حد يعرف ياخدها ولا ينقلها ولا لا. مظبوط. فاحنا نعمل ايه وازاي نقدر نعرف او نكشف على موبايلاتنا؟ هو مبدئيا الاول انا علشان ابقى ماسك الموبايل بتاعي لازم ابقى فاهم كويس جدا انا بتعامل مع ايه،
ولازم الاول ان انا يعني زي ما بيقولوا كده نمنع الحاجه قبل ما تحصل. يعني انا فيش مجموعه من الخطوات ومجموعه من الحاجات اللي انا المفروض اعملها دي تحميني علشان انا ما اكونش عرضه لاي اختراق. زي مثلا ان انا لما اجي اعمل اكونت مثلا احاول ان انا اامن الباسورد بتاعي على قد ما اقدر. بمعنى ايه؟ ان انا ما احطش ارقام سهله التخمين زي 1 2 3 4 زي 4 اصفار، ما احطش ما احطش تاريخ ميلادي، ما احطش رقم تليفوني، الكلام ده كله. لازم كلمه السر بتاعتي تبقى كلمه سر مركبه عباره عن مجموعه من الارقام والحروف والرموز كمان، بحيث ان اللي يخش على الاكونت بتاعي يبقى صعب ان هو يخمن. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الاكونتات بتاعتي كلها بغض النظر اذا كانت فيس انستجرام اي حاجه لازم انها تبقى بارقام سريه مختلفه. علشان لو حصل ولا قدر الله حد وقع اكونت ما يجيبش باقي الاكونتات معاه. في حاجه كمان، في حاجه اسمها المصادقه الثنائيه. المصادقه الثنائيه دي ان انا حتى لو حصل وحد عرف الباسورد بتاعي ما يقدرش برضه يخش على حسابي الا لما يبعت لي رساله على رقم التليفون بتاعي او على الجيميل اللي هو معايا. تمام؟ دي حاجات احنا دايما بننصح بيها علشان ما يحصلش حاجه زي دي. وحتى لو لا قدر الله حصل حاجه زي دي، في اماكن جوه الاكونتات بتاعتي بتعرفني الاكونت بتاعي داخل من كام حساب او من كام تليفون. فانا المفروض ان انا اكون عارف الاماكن دي، ما اكونش بستخدم الموبايل فيسبوك ومش عارف بقول يعني هياخدوا مني ايه؟ وانا يعني رئيس جمهوريه؟ لا، بياناتك مهمه جدا، انت كل حاجه بتعملها تقريبا بتسجل على التليفون. ده حقيقي. ازاي اعرف ان الموبايل بتاعي مخترق؟ او سواء أو تليفوني او تليفون حد من ولادي، تليفون حد بعزه، ازاي اعرف ان انا مخترق؟ تمام. هو في مجموعه من الاجراءات المفروض ان انا بعملها كل فتره وبتمم عليها، بس قبل ما اعمل المجموعه من الاجراءات دي في حاجات برضو لازم اعملها. يعني مثلا الروابط الخارجيه اللي انا ما اعرفهاش ما اضغطش عليها خالص نهائي. تمام. والموضوع ده اتقنن في الفتره الاخيره لان حصل مجموعه من التحديثات بدات تقفل الثغرات دي. زي مثلا الواتساب، مفيش حد هيبعت لي رابط على الواتساب وهقدر افتحه الا اذا كان رقمه متسجل عندي. فدي برضو تعتبر حمايه من الارقام الغريبه، اي رقم غريب مش متسجل عندي مش هقدر افتح الرابط بتاعه. فدي برضو حدت الموضوع ده شويه. تاني حاجه ان انا ما اديش تليفوني لاي حد. لان هي دي بقى النقطة اللي تخليني تحت رحمة أي حد. بمعنى إيه؟ إن واحد قال لي هتعمل مكالمة من تليفونك، دي بتحصل ممكن في أقل من 3 دقايق أو 4 دقايق يسطب برنامج، البرنامج ده بيكون غير ظاهر مش موجود عند حضرتك في السيستم خالص، لو حضرتك قلبتي ما تلاقيش. البرنامج ده من خلاله يقدر يعرف كل حاجة. ما حضرتك موبايل دلوقتي؟ تمام؟ تمام. استاذن حضرتك، عايز حضرتك تعملي لي سكرول في الموبايل اللي مع حضرتك. طيب. الموبايل حضرتك ممكن تظهري لي الكاميرا كده توري اللي ظهر لحضرتك؟ لا لسه عادي، ما بفتح عادي ال تمام. طيب ممكن الكاميرا تيجي عندي، خلي التليفون يم وش حضرتك. حضرتك ظاهره قدامي دلوقتي. معقولة؟ حضرتك موجودة دلوقتي. أنا ممكن دلوقتي أفتح المايك وأسمع حضرتك بتقولي إيه كمان؟ إزاي؟ يعني أنا لو فتحت المايك عندي هنا هسمع حضرتك حالا بتقولي إيه. وكمان أنا ممكن أقلب الكاميرا، يعني حضرتك فاتحة الكاميرا الأمامية مظبوط؟ أنا باصة في الموبايل، أنا مش فاتحة طيب. حاجة خالص. ظاهرة عند حضرتك حاجة. أي حاجة طبيعي خالص. جدا ولا في أي حاجة ظاهرة عندي خالص. لكن حضرتك دلوقتي شغالة عندي صوت وصورة. إيه ده؟ أنا شايفاني فإيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ حضرتك موجودة أهو. مش معقول. مش معقول حضرتك موجوده اهو. هو طيب اقول لحضرتك ممكن يوصل للدرجه دي؟ اهو الكاميرا كمان. انا ممكن كمان طب انا التليفون اصلا قدامي اتقفل، انا طيب. لسه ظاهره عندك؟ لسه ظاهره. طب كمان انا شغلت الكاميرا وفاضي. الخلفيه على فكره التليفون مقفول، يعني لو ما شفتش بالكاميرا الاماميه انا بشوف بالكاميرا الخلفيه، ومش ظاهره عند حضرتك حاجه. وكمان لو دخلت قلبت كمان مفيش حاجه في البار اللي فوق تبين ان انا مخترق. ما انا بقول لحضرتك ما هو مش هيبان عند حضرتك. يا نهار ابيض. ودي بقى الكارثه اللي بتحصل لما احنا ندي موبايلاتنا لحد. البرنامج ده لا يمكن ابدا. يعني التليفون ده عليه برنامج اختراق؟ عليه البرنامج وانا مسطبه ومجهزه. يا نهار ابيض. ممكن في لحظه اخد التليفون واعملها محدش هيحس باي حاجه. البرنامج ده موجود، حضرتك مش هتقدري تعثري عليه بسهوله. في طريقه نقدر نعثر على البرنامج ونحذفه. بس ممكن حضرتك ما تبقيش واخده بالك بقى، انا بسمع وبشوف وبراقب الاشارات اللي بتيجي لحضرتك وليا اكسس كامل على الموبايل بتاع حضرتك.
اعمل ايه؟ اعمل ايه واتصرف ازاي واعرف ازاي ان انا عندي المصيبه دي على بنخش على مدير التطبيقات عندنا. اي برنامج انا مش مسطبه احذفه فورا. انا عارف البرامج اللي انا مسطبه، عارف ان انا مسطب فيسبوك، عارف ان انا مسطب برنامج مثلا كاميرا، برنامج مش عارف ايه، برنامج مونتاج، في برنامج غريب انا مش عارفه. اروح احذفه فورا بدون ما افكر. تمام؟ دي حاجه. الحاجة التانية ان انا في كل منصة من المنصات السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي دايما بيجيب لي، وده انا قلت الكلام ده في فيديوهاتي وشرحته باستفاضة اكتر، بيعرفني انا في كام جهاز داخل على الاكاونت ده. مش بس كده، بيعرفني نوع الجهاز ايه، عشان ممكن من نوع الجهاز اعرف مين اللي عمل كده. وبيعرفني كمان في بعض المنصات زي فيسبوك بيعرفني منين، المكان فين، المنطقة فين اللي فتح منها. يعني مثلا في فيسبوك لو انا شكيت في حاجة زي دي بخش على الاعدادات وبخش على كلمة السر او الدخول من الحساب، وببدا اضغط عليها كلمات السر والدخول. في حاجة اسمها الاماكن التي سجلت دخولك منها. بمجرد ما انا بفتحها بيبدا يرص لي الاجهزة لو في اجهزة تانية موجودة. تمام؟ من خلال الاجهزة دي اقدر اشيل الاجهزة اللي انا شاكك فيها، لان انا ممكن يكون معايا موبايلين. ممكن اكون فاتح الاكونت بتاعي على موبايلي وعلى اللابتوب. ايوه، فده طبيعي. صح. لكن الاجهزه اللي انا ما اعرفهاش اطلع منها فورا. وبعد ما اطلع منها لازم اعمل حاجه مهمه جدا، اغير الباسورد. لازم اغير الباسورد فورا طبعا، وافعل المصادقه الثنائيه. المصادقه الثنائيه اللي قلت لحضرتك، اللي رساله بتجيلي على التليفون بتاعي برمز دخول مع الباسورد، فدي حاجه حمايه اكتر واكتر. يقال ان الاختراق سهل قوي على الاندرويد، تليفونات الاندرويد. والتليفونات الاي او اس لا. بص حضرتك، هو احنا ممكن نسميها بنسبه وتناسب. مفيش نظام معلوماتي او سيستم بتاع موبايل او ايا كان، موبايل ويندوز اندرويد، مفيهوش ثغرات. غير قابل للاختراق. كله قابل للاختراق، ولكن بتتفاوت الدرجات. ممكن مثلا في نظام الاي او اس اللي هو نظام الاندرويد يبقى الموضوع صعب شويه، ولكن بيحصل. ولكن في الاندرويد الموضوع سهل شويه. فهي درجات الصعوبه بس مش اكتر، لكن نجزم ونقول لا مفيش، لا الكلام ده عاري تماما من الصح. ده الناس بتدفع فلوس كتير جدا جدا في التليفون اللي هو الاي او اس علشان خاطر الموضوع هو حمايته كويسه، ولكن لا يستحيل اختراقها، والبرايفسي والحاجات دي كلها. حمايته كويسه ولكن لا يستحيل اختراقها. وزي ما قلت لحضرتك، هي مجموعه من الخطوات والاجراءات انا بعملها علشان احمي نفسي. لازم اكون مركز جدا وانا بتعامل مع التكنولوجيا. واحنا قلنا قبل كده ان برضه بعض الجرائم تحولت من الشارع للانترنت. يعني بقى موضوع الانترنت ده بقى برضو عليه جريمة، وجريمة منظمة وذكية طبعا. لان ممكن اللي بيحاول يخترقني او بيحاول يتجسس عليا هو اصلا بياخد فترة ان هو يجمع عني معلومات. يعني مش ما بيختارش كده جزافي. وكده بحذر برضو الناس ان هما ما تنشرش اي حاجة من معلوماتها على فيسبوك او على اي منصة. ولا عنوانها ولا ارقام تليفوناتها. ولا الكلام ده خالص. طيب برضو في سؤال عايز اساله حضرتك، هو السؤال ده شغل بال ناس كتير جدا فضلي. الفتره اللي فاتت على طول لما حصل تفجير اجهزه البيجر في لبنان. ناس كتير قالت لك طب ده يعني هم اخترقوا البيجر ماشي، هل بقى ممكن يتم اختراق التليفونات ويحصل حاجات تفجيريه او عمليات تفجيريه زي دي؟ يعني لو اي حد عايز، يعني لو البلد اللي ما تتسماش دي او المكان اللي ما الكيان اللي ما يتسماش ده قرر ان هو يحارب اي بلد تانية وعايز يدمر الناس وعايز يدمر الشعب، ممكن يخترق وممكن يعمل كده؟ بص يا فندم، هو اجهزه البيجر دي هي اجهزه لها طبيعه خاصه. يعني مش زي اجهزه وكانت قديمه، كانت منتشره في التسعينات يعني جدا. بالظبط. وهي مخصصه اكتر للانظمه اللي فيها اتصالات مغلقه. يعني مجموعه من الاشخاص عاملين شبكه داخليه بينهم وبين بعضها. تمام. بيتواصلوا بطريقه ما، وصعب اختراق الشبكه دي. ولكن برضو بطريقه ما الاجهزه ديت في سيناريوهين ولسه لغايه دلوقتي ما اجزموش الموضوع. قالوا يا اما اثناء عمليه التصنيع زرعوا شرايح، الشرايح ديت بتعلي درجه حراره الجهاز لدرجه ان البطاريه طبعا موجود في الاجهزه ديت تنفجر، وده عامل مشترك ما بين اجهزه الموبايل واجهزه البيجر. البطاريه والبطاريه مصنوعه من الليثيوم. والليثيوم ده لما بتزيد درجه حرارته فهو شيء قابل للانفجار. يا خبر ابيض. فعلوا درجه حرارتها لدرجه ان اجهزه البيجر ديت البطاريات الداخليه اللي موجوده جواها ما استحملتش، فعملت موجه انفجاريه وانفجرت. بس انفجار ما يؤديش الى موت، انفجار يؤدي الى اصابات.
وبيبقى كان برضو بيقولوا ان كان في ماده انفجاريه بسيطه، فدي مع البطاريه الليثيوم فالجهاز انفجر. ده سيناريو. السيناريو الثاني اللي هم قالوا بطريقه ما بداوا ان هم يخترقوا الاجهزه دي. أيوة. وبداوا يعلوا في حاجه اسمها معالج. المعالج ده مسؤول عن العمليات اللي بتتم من والى وارسال الاشارات وتوزيع المهام على اجهزه الجهاز المختلفه. علوا درجه حرارته، ما هو لازم يبقى في درجه حراره عاليه. علوا درجه حرارته بطريقه كبيره جدا فادت برضو لانفجار الجهاز. ده السيناريو المخيف اكتر، لان هو ده اللي يخلي يخليهم يقدروا يوصلوا بالظبط بالظبط لاي حد، مش بس فاحنا مع بيجر او كده. بالظبط. فاحنا بنقول موضوع ان الموضوع ده يحصل في موبايلاتنا فممكن يكون بقى مستبعد شويه، ولكن الموبايل في ظروف معينه لو حصلت ليه ممكن ينفجر. ممكن ينفجر يعني مثلا ممكن حد يسيب الموبايل في طابلوه العربيه، في الشمس. تمام. فالشمس درجه حرارتها عاليه جدا. طابلوه العربيه، العربيه الواحد لما بيجي يخش يسيب العربيه شويه في الشمس ما بيبقاش مستحمل درجه الحراره. صح. فده ممكن ينفجر، ممكن يخلي التليفون ينفجر. ممكن كمان في بعض الاجهزه لما بتقدم شويه درجه حرارتها بترتفع كده، وانا يعني لسه دوبك بفتح التليفون الاقي درجه حرارته عاليه، او ما انا عامل ايه بقى، او ما انا حاطه على الشحن فدرجه حرارته تعلى اكتر. درجه حرارته مش بس كده، او انا فاتح انترنت، فاتح لعبه وبلعب، فانا وصلت الموبايل لاقصى درجات الاجهاد. فدي برضو ممكن تحصل. في حاجه كمان ودايما بحذر منها، ان احنا ننام ونسيب التليفون على الشاحن جنبنا. اولا عشان برضو حضرتك تبقى عارفه 90% من الناس بتعمل كده. وحصل حوادث مسجله موجوده، وموجوده على الانترنت، وموجوده في يعني انا مش بخوف الناس، ولكن انا بحذر بس مش اكتر. هو كده كده في اوبشن موجود داخل الموبايل ان الموبايل بعد ما يوصل ل 100% بتتوقف عمليه الشحن تماما. مظبوط. تمام كده. ولكن انا وانا نايم انا يعني مش حاسس بحاجه، ممكن يحصل شرز في الكهرباء، ممكن يحصل ماس كهربائي، ممكن يحصل خلل في الموبايل. فممكن من شرز يؤدي لحدوث مثلا حريق. والحريق او درجه الحراره المرتفعه هنرجع لنفس النقطه هتؤدي لانفجار البطاريه. وطبعا انا في بيت جنبي مخده، جنبي حاجات قابله للاشتعال، هتمسك في النار للاسف. فاحنا برضو بنحذر من ان التليفون يبقى على التليفون اخره لو مثلا التليفون بيشحن في ساعتين ثلاثه. تمام. نسيبه الساعتين ثلاثه وخلاص، بس ما نسيبوش وننام. طيب السؤال برضو اللي بيجي في بالنا دايما، هو التليفون ده ملبوس ولا ايه؟ هو سامعني ازاي؟ ازاي ابقى بفكر مش قلت الحاجه بلساني. تمام. ابقى بفكر في حاجه، في برودكت معين، في مكان عايزه اروحه، في ايا كان اللي بفكر فيه، افتح الاقيه موجود قدامي على الفيسبوك اول سجست، او على انستجرام الاقيه اول سجست. تمام. هو الموضوع ما بيجيش كده لوحده، هو الموضوع بيجي بناء على تفاعلاتي، لان انظمه جوجل وانظمه فيسبوك بتعتمد على ترشيحات الذكاء الاصطناعي او ترشيحات الحاجات اللي انا بتفاعل معاها. بيجيب لي مجموعه من الفيديوهات معينه، مجموعه من المنتجات المعينه، ممكن انا اعمل لايك على منتج معين. ما الحاجات دي بتحصل وانا مش يعني ممكن ما احطهاش في دماغي. ممكن افتح يظهر لي منتج معين فيه كذا صوره فافتح الصور وافرج. على فكره هي مجرد الفرجه بس، يعني انا لو وقفت عند بوست وركزت على البوست شويه هقراه او هتفرج على فيديو من غير ما ادوس بلاي او من غير ما ادخل جوه الفيديو نفسه، لما اجي اعمل ريفرش الاقي كل حاجه جايه لي ريليتد للحاجه دي، مع اني ولا دوست لايك ولا دوست اي حاجه، انا كل اللي عملته ان انا وقفت عندها شويه. بالظبط. هيبدا يرشح لحضرتك حاجات مشابهه للحاجات اللي حضرتك شفتيها. طب بلاش دي. ممكن انا اخش ابحث على جوجل عن منتج معين، او ابحث بحث صوتي اتكلم عن حاجه معينه، افتح المايك بتاع جوجل واقول عايز كذا كذا كذا. تمام. هيبدا برضو يجيب لي اعلانات مشابهه للحاجه اللي انا عايزها. ما هو الكلام ده كله بيجي بناء على اهتماماتنا، بس الحاجات دي برضو نقدر نلغيها، نقدر نقفلها. هو الموضوع مش موضوع يعني، طبعا حضرتك مجانيه الفيسبوك ومجانيه جوجل هي مش مجانيه كامله. لا، هو بيستفاد مني زي ما انا ما بستفاد منه، وبيستفاد اكتر بطريقه اكتر، ان انا يعتبر بالنسبه له جمهور بيعرض عليه منتج، وفي عنده معلنين. طيب هو عنده معلنين بيدفعوا له، طب هو هيعرض المنتج لمين؟ اللي بيستخدم. تمام. فهو طيب هيجيب الناس ازاي؟ بناء على الاهتمامات يبدا يوزع الكلام ده. بس هي يبقى قاعده وحاسه ان انا مخترقه، اقفل الكاميرا والموبايل. يعني اامن نفسي ازاي لو انا ما اعرفش موبايل مخترق ولا لا؟ تمام. ابعده عني ولا اعمل ايه؟ بص يا فندم، حضرتك احنا عملنا دلوقتي تجربه عمليه.
وفي حاجة موجودة دي بقى، تجربة مرعبة جدا. أنا مش عارف أنا مش عارف يعني أنا تعمدت أعمل كده علشان أأكد للناس إن ده حقيقي وممكن يحصل، بس ده لا يمكن يحصل إلا إذا أنا مسكت التليفون. ما ينفعش يحصل عن بعد. تمام؟ حضرتك في تحديثات الأندرويد الجديدة كل تحديث بيجي بيلغي ثغرات معينة، ولكن بيلغيها بدرجة ما، مش بيقفلها خالص. يعني في حاجة حضرتك كانت ظاهرة وحضرتك ما خدتيش بالك منها. إيه بقى؟ في نقطة خضراء موجودة على جنب كده، جنب التاريخ كده وعلامة شحن البطارية. هبص عليها تاني. لو احنا ورانا ايه ده موضوع لو احنا بصينا جنب. عليها، لو احنا بصينا عليها، انا هفتح تاني اهو. هفتح الجهاز بتاع حضرتك من عندي. قدام البطارية. في نقطة خضراء. النقطة الخضراء دي بتقول لحضرتك خلي بالك الكاميرا مفتوحة. فدي نقطة تحذيرية. دي موجودة في أنظمة الأندرويد اللي بعد 13. نظام اندرويد بيبقى فيه اندرويد 11، اندرويد 12، يجي تحديث تاني اندرويد 13. فعالجت الثغره دي ولكن ما قفلتهاش. طب والاي او اس الايفون؟ الاي او اس ممكن الموضوع ده يحصل، ولكن محتاج برامج بقى، البرامج دي تبقى لازم غاليه برامج شوية. يعني ما فيش حاجه هتبان لنا كده. لا 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 اطمني اطمني. وبعدين مش اي حد يعملها. اطمن ايه حضرتك هتكشف على التليفون قبل ما تمشي. عيني. محتاج حد متخصص جدا ان هو يقدر يعمل ده. مش اي حد يقدر يعمل الكلام ده. فزي ما قلت لحضرتك الايفون درجه الحمايه بتاعته كويسه جدا، ولكن لا يستحيل ان احنا نقدر نعمل الكلام ده ونخترق. تمام كده. المفروض ان احنا بنخش على الاعداد زي ما قلت لحضرتك، وبنبدا ان احنا ايه نبحث في الاعدادات على اي برامج غريبه، ونبدا ان احنا نعمل ايه، وان احنا نبدا نلغي التثبيت بتاعها. طيب هسال سؤال، نص الاولاني بريء ونص الثاني كويس عادي جدا يعني، او مش عادي يعني، مش كلام من حقنا. انا كأم ازاي اقدر اتتبع ولادي او اراقب ولادي؟ هل ممكن استخدم البرنامج بتاع الاختراق ده ان انا اراقب ولادي في التليفونات بتاعتهم، ابقى سامع هم بيقعدين مع مين، بيتكلموا مع مين، موجودين فين؟ نفس الكلام بقى النص الثاني على جوزي. تمام. طيب يعني انا على منصات السوشيال ميديا بتاعتي دايما بيجي لي اسئله، يعني ثلاث ارباع الاسئله عايزين يعملوا ده. اراقب جوزي ازاي؟ عايز اراقب جوزي، انا عايز اعرف هو بيروح فين، انا عايز مش عارف ايه. الكلام ده ممكن يحصل في حالة ان انا لو مسكت الموبايل بتاعه. بس هو احنا ما بنشجعش على الكلام ده خالص. اكيد. ولا عايزين الكلام ده خالص. احنا كل اللي احنا بنقوله البرامج دي لما موجودة فهي موجودة علشان المفروض زي ما قلنا قبل كده، وانا قلت قبل كده كأنها سكين بالظبط، ممكن اقطع بيه فواكه وممكن اذي بيه نفسي او اذي بيه حد. صح. فالفكرة كلها ان البرامج دي كانت موجودة في الاصل علشان المراقبة الابوية. ايوه، تتبع الاطفال. تمام. ان انا اعرف ابني وانا بعيد بيعمل ايه. صح. لو انا عندي حيوانات اليفه في البيت، لو انا عندي مسنين، ده بقى الوجه الخير. تمام كده. انا قلت لحضرتك السؤال نصه خير وحلو، والنص ما انا بقول لحضرتك هقول لحضرتك الجانب الخير، وبعد كده هنتقل للجانب الثاني. فكده كده جوجل وفر لي اداه مجانيه، مش اداه مدفوعه. اقدر من خلالها اراقب طفلي واعرف بيديني تقرير مفصل هو بيخش على ايه وبيقعد قد ايه وايه الحاجات اللي بيتفاعل معاها. وكمان بيديني اوبشن ان انا اقدر احدد له وقت، بعد وقت معين ابدا اقفل الموبايل لوحده. افتح له الموبايل في اوقات ايه، ايه هي الاوقات النوم بتاعته اللي المفروض ينام فيها. لو حصل ومثلا راح مكان انا اقدر احدد المكان بتاعه، بس بشرط ان يبقى فيه تخطيط انترنت. لازم يبقى فيه انترنت اقدر احدد موقعه. ممكن كمان احدد مكان معين ان هو لو عداه يديني انذار ويجيب لي الارم يقول لي خلي بالك هو بدا يطلع عن المنطقه الفلاني. تمام. ده موجود في تطبيق اسمه جوجل فاميلي. ده موجود حضرتك انا لسه في الجانب الخير. عارفه جوجل فاميلي طبعا. والجانب الجانب الثاني انا هجاوب، بس طبعا مش هقول ازاي ولا عمري هقول ازاي. انا يعني هقول ازاي تكتشف ده، لكن مش هقول بيتعمل ازاي. يعني انت عايز تساند الرجاله يعني؟ لا مش بساند الرجاله. اصل هيعرفوا يعني، هو ممكن يعرف. اصل انا قلت لحضرتك كل تحديث اندرويد بقى. كل تحديث اندرويد بيقفل ثغرات. الكلام ده كان ممكن زمان. يعني كان ممكن في تحديثات اندرويد 11 و10 و9 كان الكلام ده موجود. ما يقفلش الثغره دي. فبدا يقفلوا الكلام ده، وبدا الموضوع ده بقى يبقى صعب شويه. الا اذا بقى اللي ماسك الموبايل ده ماسكه على قد الاتصال وخلاص، مش هيكتشف اي حاجه ولا يعرف اي حاجه. مش مركز ممكن في التفاصيل. لكن لو واحد واخد باله وفاهم هيعرف، واعتقد ان احنا المشكله هتكبر. وهيعرف مين كمان، انا قلت لحضرتك في البدايه بيعرف مين من نوع الموبايل. وبيعرف كمان المكان بتاعه. والله هو لو بيعمل حاجه غلط ملوش عين يتكلم، بس خلينا نتكلم في الحته دي ازاي يكتشف. طيب. يكتشف ازاي؟ مثلا هو معظم
اللي عايزه تعرف جوزها بيعمل ايه غالبا بتبقى على منصه الواتساب غالبا. اوكي. فواتساب زمان كان في تطبيق اسمه واتس ويب زمان، كان هو اتلغى دلوقتي، اللي هو اللي بيعمل ميرنينج على الواتساب من واتساب، هو مازال موجود تشوفه. بس واتساب اصلا اللي حضرتك يعني مش عارف عارفاه ولا لا، اتاح الموضوع ده من التطبيق نفسه، يعني ما انتش محتاجه ان انت يعني اقدر افتح حساب الواتساب بعد اعمل ميرر. اقدر افتح واتساب على لو انا مثلا بستخدم وعندي تليفونين ثلاثه، او عندي تليفون ولابتوب مثلا، فاقدر ان انا افتح نفس الحساب بتاعي بدل ما اجيب رقم تاني وابدا ان انا اربط الاجهزه بتاعتي على نفس الاكونت، يجي لي الرساله هنا وتجي لي هنا وتجي لي هنا. تمام كده. يعني واتساب خلاها من غير برنامج، خلاها ليجل، بس بشرط الطرف الثاني بتجي له اشعارات ان تم الدخول على التليفون بتاعه من واتساب. كمان لو هو عامل قفل او عامل بصمه، ما ينفعش ان انا اقدر اخد اعمل ميرور الا لازم ايه، ادخل البصمه او ادخل القفل. فانا عشان اعمل حاجه زي دي لازم اكون عارف الباسورد. حتى من صباع جوزك يا ستك كله بقى تبقى معاك. لا بقول لك ايه، انا ده المرعب ده اللي احنا شايفينه وسامعينه وكل حاجه، والصوره حلوه جدا جدا، صوره اتش دي، مش ممكن ده. لا دي مراقبه مرعبه جدا. فهل ده سهل على الستات ان هم يعملوه، والرجاله ازاي يكتشفوه؟ يعني الستات يعملوا كده مع جوز؟ الست اللي عايزه تعمل كده، بص هو حضرتك في برامج لده اكيد، اكيد عايشه في نار يعني، اكيد هي في برامج ده اكيد عايشه في نار، في برامج لده. بس البرامج دي بتبقى برامج مدفوعه على المتجر. تمام. بتدي تجربه مجانيه لمده 3 ايام وبعد كده بتتقفل ويطلب منك مقابل الفلوس. تمام. ولكن هي برامج مخصصه لمراقبه الاطفال. تمام. يعني لو واحد كبير ممكن ياخد باله، وزي ما قلت لحضرتك بنت حاجه حضرتك ما خدتيش بالك منها، النقطه الخضراء، اللي هي النقطه الخضراء. النقطه الخضراء دي تعتبر حمايه، عشان حضرتك قلت لي اعرف ازاي. صح. اعرف ازاي؟ لو انا الكاميرا بتاعتي بتتفتح او المايك بتاعي بيتفتح، الاثنين بيدوني اشعار كده فوق ان في كاميرا مفتوحه او في مايك مفتوح من خلال النقطه الخضراء دي. اكبر دليل على كده عشان الناس ما تخافش، ان انا لو انا جيت اصور بالكاميرا بتاعتي، اول ما بفتح الكاميرا بتاعت موبايلي وانا بصور دلوقتي هلاقي النقطه دي ظهرت. لو انا ببعت فويس على الواتساب هلاقي النقطه دي ظهرت، ما ساعتها بيقول لي خلي بالك انت فتحت المايك، النقطه اهي، المايك شغال. تمام. النقطه دي بتظهر في خلفيه الشاشه بغض النظر عن نوع التطبيق اللي شغال. تمام. يعني على سبيل المثال برضو النقطه دي نقطه تحذيريه، ممكن حضرتك تحملي برنامج على انه مثلا آلة حاسبة مثلا، على سبيل المثال الآلة الحاسبة دي ممكن ما تكونش آلة حاسبة، ممكن تكون فيها برنامج كاميرا مخفي بيصور. فايه اللي بيحذرني؟ نظام الاندرويد، وانا بسطب البرنامج بيقول لي شويه حاجات. في ناس بتقعد تدي اوكي 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 على طول، اجري يقول لي خلي بالك، يقول لي خلي بالك احنا هنستخدم المايك، احنا هنستخدم هندخل على الملفات عندك، احنا هنفتح الكاميرا. طب ليه؟ انت برنامج آلة حاسبة، انت مالك بالكلام ده؟ تمام. فانا برضو لازم اخلي بالي من الحاجات اللي بتظهر او الاذونات اللي بتظهر في اول البرامج اللي انا بسطبها. ممكن حد يقول لي ده انا هبعت لك برنامج، البرنامج ده مش موجود على متجر بلاي، بس برنامج حلو قوي بيخلي التليفون سريع جدا. او ما انا ايه، وبعت لي البرنامج على الواتساب حد انا اعرفه، فهو انا مسطب البرنامج. اخد بالي بقى، حتى لو المفروض ما سطبوش، لان نظام اندرويد بيديني تحذير فورا، يقول لي خلي بالك انت بتحمل برنامج من مصدر غير موثوق فيه او مصدر غير معروف. انت موافق ان انت تحمل التطبيق؟ فانا دي اول حاجه تحذيريه. طب انا قلت له موافق. طب انت باعت لي برنامج بينظف التليفون وبيمسح ملفات التخزين المؤقته اللي هي ملهاش لازمه اللي بتتقل التليفون. طب انت مالك بالكاميرا؟ عايز من الكاميرا ايه؟ عايز مثلا من المايك ليه؟ ايه؟ فانا لازم برضو اخلي بالي من الاذونات. في حاجه مهمه جدا، ان انا لازم اعمل كل فتره كده تحسبا اعمل فورمات للتليفون بتاعي كاني بنظف المكان بتاعي. ده عليه صوري وعليه ملفاتي، امسح الحاجات دي ازاي؟ وكل الداتا بتاعتنا. لا ده طب ما في حل سهل جدا. ايه؟ جوجل بتديني جيميل. الجيميل ده عليه مساحه سحابيه للتخزين. اقدر اخزن عليه 15 جيجا. ومحدش يقدر يخش عليهم، لان انا عارف احنا قلنا بقى نامن الباسوردات بتاعتنا ازاي. محدش يقدر يخش عليها الا انا. في حال لو انا فقدت التليفون لا قدر الله، التليفون وقع في الميه باظ، تليفون حصل له اي ظرف وغيرت تليفوني، زهقت منه وعايز اغير تليفون تاني، اروح على التليفون الجديد واقوم مدخل الجوجل اكونت بتاعي.
بينزل كل حاجه على التليفون تاني، كل حاجه نزلت لدرجه ان الرسائل، ممكن الرسائل اللي عندك رسائل عاديه بتتنقل. اه ده حقيقي، كل حاجه تقدري تنزليها بكل سهوله. طب بمناسبه الحته دي بقى، لو انا حسيت ان انا تليفوني مخترق ومش عارفه اتصرف فيه، فاقوم جايه سايباه وقافلاه وشاريه تليفون جديد، دخلت نفس الرقم هو هو وفتحت الاكونت بتاعتي هي هي، هيجي لي نفس البرنامج اللي كان على التليفون التاني، ولا ده خاص بالجهاز؟ يعني طيب، الحاجات دي بتبقى خاصه بالجهاز ولا خاصه بالاكونت؟ طيب اسمح لي ارد على حضرتك، لان السؤال ده ينقسم لشقين. اتفضل. لو تطبيق متسايب على الجهاز زي بتاع حضرتك كده، الجهاز اللي انا وريته لحضرتك ده، والتطبيق ده بيفتح والكلام ده، لو انا غيرت التليفون تاني خلاص تمام، التطبيق مش هيبقى على التليفون التاني. ماشي. لكن لو حساب زي حساب جوجل اكونت، تمام، في بعض الحاجات بتحصل، مواقف بتحصل، مثلا ممكن واحد ومراته يبقى هو شاري لها الخط ببطاقته واداها الخط، وحصل لا قدر الله انفصال، فهو ممكن يعمل ايه بقى؟ هو يروح رايح لاي شركه او الشبكه اللي هو اشترى منها الخط، الخط كده كده باسمه، ويعمل ايه؟ يسترجع الخط بتاعه. وهي ممكن تكون عامله الاكونتات بتاعتها على الشريحه دي، فهو يعمل استرجاع للحساب، او نسيت كلمه المرور، انا بقول عشان الناس تاخد بالها. فمجرد ما هو يعمل استرجاع كلمه المرور، هو كده ايه؟ حط ايديه على الحسابات كلها. واهمهم واخطرهم حساب جوجل. طبعا. ليه؟ لان لو رجعت حساب جوجل ممكن اخش على الحساب واللي يفضل مفتوح على الجهاز التاني، ومن تليفوني انا اقول له ايه؟ اعمل لي نسخ احتياطي يا جوجل، اي صوره تتحط تيجي عنده على طول، هتيجي عنده في لحظتها، فده عنده القديم والجديد بالابديت بالظبط. اي رقم يبقى عنده، يقدر يبقى عنده اكسس كامل على الموبايل، ويعرف كمان هي بتروح فين وبتقعد قد ايه، كل الكلام ده. طيب انا اعرف منين؟ برضو جوجل بيديني اداه بتعرفني ايه هي نوع الاجهزه ودخلت امتى، وازاي اقدر اخلي الاجهزه دي اطردها بره، وبتديني اداه كمان تخليني اغير الرقم اللي انا رابط بيه اكونت جوجل. تمام. طب اجهزه لسه عندنا جزء اجابه في السؤال ده؟ لا خلاص. طيب. خلاص. طب اجهزه الايفون تعمل تراكنج للاجهزه الثانيه اللي هي ليها علاقه بالايفون برضو، او الاجهزه اللي انا موصلها ان انا عايز اعمل لها تراكنج، ممكن اعمل تراك من الايفون لتليفون مش ايفون؟ بصي، هو اجهزه الايفون تعتبر نظام مقفول شويه على نفسه. طيب تراك اللي هو التتبع. تمام تمام. انا فاهم. لا ده انا عشان الناس. بيبقى نظام مقفول على نفسه شويه. بس انا لو انا مثلا عايز اتتبع جهاز ايفون، تمام، لازم يبقى الجهاز التاني ايفون. ما ينفعش اعمل تراك لاندرويد زي بالظبط كده. انا ما ينفعش انقل الحاجات من ايفون لغير ايفون. لازم بطريقه معينه وطريقه حد يكون متخصص عشان يقدر ينقل الحاجات دي. التليفونات بقى اللي بتتباع او بتروح تتصلح، حلو. مهمه بقى جدا دي بقى. بص بقى، مسلسل هذا المساء عمل لنا ارتكاريه في دماغنا للاسف. بص يعني. والله رعب مش طبيعي. تمام. والحته بتاعه التصوير دي اللي انا شفتها بعيني دلوقتي، انا ما كنتش مصدقها في المسلسل. تمام. بس في ناس مرعب، ما كانوش مصدقين. ما كنتش مصدقها والله، دلوقتي صدقت بنفسي، لا ده شيء مرعب جدا. تمام. فلا المسلسل رعب ناس كتير قوي، واصلا من قبل المسلسل فكره ان انا اودي تليفوني يتصلح وعليه صور بيا خاصه، فيديوهات، مش عارف ايه، الحاجات دي بتبقى مخيفه. ايه اللي ممكن يحصل في طيب الوقت اللي انا بضيع فيه التليفون او بصلحه؟ الاول انا عايز اقول لحضرتك ان مهنه تصليح الموبايلات فيها ناس كتير جدا محترمه جدا. طبعا جدا طبعًا. ولكن كل قاعده ولها شواذ. اكيد. ممكن نلاقي حد او اثنين او ثلاثه من ضمن 100 واحد او 1000 واحد او مليون واحد، معدوم الضمير او مريض نفسي. بالظبط. في شويه حاجات انا المفروض اعملها. لو الاول هنرد على نقطه، لو جيت ابيع التليفون بتاعي، لو جيت ابيع التليفون بتاعي، لو التليفون قديم قبل اندرويد 11 و12، فممكن ان هو يستعيد اللي كان عليه لو هو عمل له فورمات. تمام. يعني حتى ممكن لو بنسبه 90%. تمام. فانا في مجموعه من الاجراءات بعملها. طبعا انا بعمل فورمات للجهاز، بعد كده بقى بعمل حاجه بقى حلوه قوي بضحك عليهم. بعمل ايه؟ بحط الموبايل على الشحن واخليه مثلا مشحون بنسبه 100%، اهم حاجه اتاكد من الشحن. وافتح الكاميرا بتاعت الموبايل واصورها على الفيديو باعلى دقه. واسيبه يصور تصوير عشوائي، يصور الحيطه، يصور المروحه، يصور السقف، يصور اي حاجه. لغايه لما المساحه عندي تقفل. واقوم انا عامل له ايه؟ عامل له فورمات تاني.
ومعلش هنديها واحده كمان برضو نعملها تاني تاكيديه تاكيديه. طيب اللي انا بعت له الموبايل حب ان هو يرجع يرجع اللي كان داتا. موجود هيعمل ايه؟ هيرجع والله ينور عليه يرجع، وراجل بروفيشنال في المجال مش هيعرف يرجع ثلاث مرات لورا لا هيرجع اخر حاجه كانت موجوده، صور الحيطان والمروحه، صور العشوائيه اللي انا صورتها. مش هيعرف يرجع للفورمات اللي قبله ولا اللي قبله بالظبط. وتحديثات الاندرويد الجديده بعد تحديث اندرويد 13 منع حاجتين وبقوا مستحيلين جدا. اول حاجه استرجاع الملفات القديمه اللي اتحذفت مستحيل. تاني حاجه تسجيل المكالمات بشرط، ما عادش في تسجيل مكالمات الا بشرط يعرف الطرف الاخر ان في تسجيل مكالمه. في بعض الاجهزه اجي اسجل يقول لي يجرى الان تسجيل المكالمه، وساعات بتحصل مع ناس غصب عنها وهو حاطط التليفون على وشه فبتحصل، بس اهم حاجه بينبه الطرف الاخر من تسجيل المكالمه. فالموضوع ده برضو ما عادش موجود. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بتاع الصيانه، لو انا رايح اعمل صيانه الموبايل بتاعي في حاجه عايز اطمن حضرتك ان انا لو انا رايح اعمل للموبايل بتاعي صيانه، فانا لو قافله برمز لا يمكن مستحيل يقدر يوصل لحاجه. مستحيل الا اذا خمن الرمز وطلع صح. عشان كده لازم يعرف يفتح الباسكود او الباسورد بالظبط. وفي حاله هقولها لحضرتك ممكن ياخد منها البيانات بس هيسيب وراه دليل ما يقدرش يرجعه تاني. ايه؟ ان انا مودي له الموبايل بباسورد خدته من غير باسورد. مش عارف يرجعه، هو كسر الحمايه وشال الباسورد بس ما عرفش يرجع الباسورد زي ما كان لانه مش عارفه. تمام. بس ده بيحصل في الاجهزه القديمه مش الاجهزه اللي هي بعد برضو اندرويد 13 و14 و15 لسه هينزل. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه في بعض الاجهزه زي اجهزه سامسونج عملت حاجه كويسه جدا. عملت حاجه اسمها وضع الصيانه. وضع الصيانه ده انا بعمل ايه؟ بخش اجيب وضع الصيانه على الموبايل بتاعي وبقفل برمز قوي جدا في مكان معين هو ما يعرفش يجيبه، او مكان بغض النظر لو عرف المكان مش هيعرف يجيب الرمز. الموبايل بيستلمه ابيض كانه لسه طالع من كرتونه، ما فيهوش الا بس البرامج اللي هي الايه البرامج الاساسيه. مش عليه بقى الواتساب بتاعي، مش عليه صوري، مش عليه. مجرد ما انا اخلص اجراءات الصيانه بتاعتي باخد الموبايل بتاعي بفك الرمز برجعه زي ما كان. بس انا بس بتكلم في حته، في نقطه ان زي ما عملنا الاكونتات بتاعت الفيسبوك والانستجرام والحاجات ديت بباسوردات صعبه التخمين، انا كمان لازم اعمل رموز صعبه التخمين. معظم الناس بتعمل رمز علامه صح وده خطا جدا. لان لو حد جه يفتح التليفون اول حاجه بيعملها علامه صح. ساعات ناس بتعملها ال ايوه في ناس بتعملها ال وفي ناس بتعملها اليمه الثانيه في ناس بتعملها عشان عايز هو عايز يحرك صباعه بسهوله وخلاص بالظبط. لا انا بقى معلش مش هيجرى حاجه لما انا اروح احط التليفون بتاعي عند واحد بتاع صيانه معلش تحسبا اعمل اغير الباسورد بتاعي او اغير النقش بتاعي، ويفضل انا ما اخليهوش نقش. يفضل ان انا اخليه كلمه مرور زي ما قلت لحضرتك، أرقام رموز وحروف. باشمهندس حمدي الوقت معاك جري بسرعة جدا ولسه الحقيقة عندنا أسئلة كتيرة، فبرجو حضرتك أن أنت توعدنا أن أنت تكون معانا تاني قريب إن شاء الله عشان نكمل أسئلتنا. ده ملف مهم قوي قوي وكلنا معانا موبايلات في إيدينا كبار وصغيرين. في منا اللي بيفهم شوية وفي منا اللي مش عارف حاجة خالص، وفي منا اللي بيبقى عايز يبقى قروب في الحتة دي بس بيحاول، فتكون معانا عشان نقدر نستفيد منك أكتر وأكتر. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا النهاردة، وحقيقي استفدنا كتير من وجود حضرتك معانا النهاردة. كان ضيفي في الفقرة دي باشمهندس حمدي عبد الرحيم صانع محتوى تقني وخبير أمن المعلومات. خدوا بالكم من تليفوناتكم، من الحاجات اللي ممكن تكون فيها احنا ما ناخدش بالنا منها وتعدي علينا بسرعة. انتهت فقرتنا، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا، استنونا. الحوادث والإصابات لما بتحصل لا قدر الله بعيد عننا وعن كل السامعين يا رب، بتكون بصورة مفاجأة، بتحصل فجأة مش متوقعة، أكيد مش مترتب لها. عشان كده بيبقى لازم إن احنا نبقى مسرعين جدا في إنقاذ المصاب، نبقى عندنا سرعة في إنقاذ الشخص اللي اتصاب ده وفي أسرع وقت ممكن زي ما قلت علشان نقدر نقلل من تأثير الإصابة عليه. ومن هنا طبعا بيزداد أهمية وجود الشخص القادر على المساعدة اللي يعرف يقوم بعمل الإسعافات الأولية اللي بتنقذ حياة المصاب لغاية لما يتم نقله لأقرب مستشفى وهناك يتقابل مع الدكاترة أو الدكاترة يشوفوه يقدروا يشخصوا حالته.
وكمان احنا في يومنا العادي معرضين مع ولادنا لمواقف لازم برضو فيها سرعة التصرف، عشان كده احنا في فقرتنا النهاردة هنعرف معلومات كتير من ضيفتنا اللي منورانا دكتور منار حسن مدربة اسعافات اولية بالهلال الاحمر المصري، نعرف ازاي نتمرن على الاسعافات الاولية. اهلا وسهلا بك يا دكتور منوراني. اهلا بحضرتك واهلا بكل السادة المشاهدين. اهلا بك يا حبيبتي. طبعا هستأذن من حضرتك يا دكتور في الاول ان انت تشرح لنا المبادئ الاولية للاسعافات الاولية. تمام. هو يعني استكمالا لكلام حضرتك، هي الاسعافات الاوليه ببساطه اول رعايه احنا بنقدمها لمريض او لمصاب فورا بعد وقوع الاصابه لحين وصول سياره الاسعاف او المساعده الطبيه. تمام. بهدف ايه في الفتره ديت؟ الفتره دي بتبقى فتره مهمه قوي بالنسبه للمصاب، فاحنا بنستهدف فيها ان احنا ننقذ حياه المصاب، نحسن حالته، نقلل من الالم اللي شاعر بيه، ونمنع ان الاصابه يحصل لها تضاعف او تفاقم. اكيد اجراء الاسعاف الاولي هيختلف على حسب نوع الاصابه اللي بيعاني منها المصاب، ولكن في بعض المبادئ العامه او القواعد اللي احنا لازم نتبعها واحنا بنسعف اي مصاب. اول مبدا ودايما انا بحب ابتدي بيه هو السلامه الشخصيه لمقدم الاسعافات الاوليه. بمعنى مثلا مصاب بينزف، اسعافنا للمصاب هنا لازم نوقف النزيف، فلازم نتجنب التلامس المباشر مع دم المصاب من خلال ان احنا نلبس جلوفز جوانتي او ان احنا نلبس كيس بلاستيك. مثلا مصاب بيصعق بتيار كهربي، فلازم الاول نفصل عنه مصدر التيار الكهربي قبل ما نتعامل مع المصاب. من القواعد المهمه برضو جدا لمقدم الاسعافات الاوليه ان هو يكون شخص مدرب عنده التدريب الكافي لتقديم الاسعافات الاوليه، لان زي ما احنا كلنا عارفين اي خطا في التعامل مع الاصابه ممكن يسبب ضرر كبير للمصاب ويسبب له كمان مضاعفات. برضو نقطة مهمة جدا من القواعد العامة هي سرعة الاتصال بالإسعاف، صح، خصوصا صح. لو المصاب حالته محتاجة رعاية طبية، فالإسعاف هنا هتكون يعني أأمن وأسهل وسيلة لنقل المصاب. وخلينا نذكر السادة المشاهدين أن رقم الإسعاف 123. طبعا حضرتك زي ما قلت كده في نص إجابتك أن الإسعافات الأولية لازم يكون الشخص على دراية بيها. كل الناس ينفع تتمرن على الإسعافات الأولية ولا لازم أشخاص معينة هي اللي تقدر تتدرب على حاجة زي كده؟ حقيقي هو يعني تقديم الإسعافات الأولية مش مرتبط بتخصص معين، يعني مش لازم يبقى علمي أو درس طب أو لا خالص، بس مرتبط إن هو يكون عنده المعلومات الكافية والتدريب الجيد على تقديم الإسعافات الأولية. وده سهل، يعني ده سهل تحقيقه إن هو يحضر دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، تبني عنده المعلومة والمهارة اللي يقدر يستخدمها في الإسعاف الأولي. أهمية بقى وجود، كلمينا عن أهمية وجود أدوات الإسعافات الأولية في البيت، في العربية، في مكان الشغل. تمام. طبعا كلنا متفقين ان الاصابه ممكن تحصل في اي مكان، ممكن تحصل جوه البيت، ممكن تحصل في الشارع، ممكن تحصل في مكان العمل، في المدرسه، في الرحلات، ولذلك احنا بنوصي دايما بوجود شنطه جوه البيت وشنطه في العربيه وشنطه في الاماكن العامه. طيب شنطه الاسعافات يعني المكونات بقى الاساسيه بتاعت الشنطه، خلينا نبتدي اول حاجه بادوات الحمايه الشخصيه. ان يكون في جوانتي زي ما احنا كنا لسه قايلين عشان التعامل مع حالات النزيف. ان يكون في ماسك، طبعا الاسعاف الاولي بيبقى فيه تقارب ما بيننا وما بين المصاب، وفي بعض الامراض ممكن تنتقل عن طريق التنفس، فده طبعا هيبقى حمايه كويسه قوي للفم والانف. من المكونات المهمه برضو انها تكون موجوده وجود مقص. طيب بنستخدمه في ايه؟ في بعض الحالات بنحتاج ان احنا نكشف مكان الاصابه، ان احنا نشيل الهدوم. لو احنا ما عرفناش نشيلها نخلعها، فبنضطر ان احنا نقصها. فوجود مقص بيبقى حاجه مهمه جدا. برضو من المكونات اللي لازم تكون موجوده وجود ترمومتر. قياس درجة الحرارة مهمة، لأن أحيانا بتبقى مؤشر لإصابات معينة. ارتفاع الحرارة مثلا بتشير لإصابات كتيرة ممكن يكون بيعاني منها المصاب، فوجوده مهم في شنطة الإسعافات الأولية. برضو من المكونات اللي المفروض تكون موجودة في الشنطة كشاف، لأن ممكن الحادثة تحصل مثلا في مكان ضلمة. بالظبط، فده يوفر لنا مصدر للإضاءة. طيب بالنسبة بقى لأدوات التعامل مع النزيف، بنحتاج فيها وجود شاش معقم، وبنحتاج كمان وجود فيها أربطة ضاغطة أو أربطة شاش. بتساعدنا جدا في وقف النزيف، الحروق، الجروح الكبيرة اللي هي بيبقى فيها النزيف غزير. بيتحط الشاش على الجرح ويتقفل عليه بالرباط الضاغط بسرعة ولا يعني احنا لما هنيجي ان شاء الله نتكلم عن طريقة إيقاف النزيف. هي إيقاف النزيف بيبقى عن طريق الضغط المباشر. تمام. فاحنا ممكن نستخدم شاشة زي ديت نضغط بيها على مكان الجرح. بس خلينا نقول ان احنا عايزين نبسط الدنيا برضو، لو ما يعني ده لو مش موجود ممكن نستخدم حاجة
حاجه بديله زي قماشه نظيفه قطعه قماش نظيفه او بالظبط كده فوطه نظيفه ونبدا ان احنا نضغط بيها على مكان النزيف. بعد كده في الخطوات الثانيه بنحتاج نثبت الشاش ده في مكانه فبيساعدنا في التثبيت ده الرباط الضغط. تمام. طيب من المكونات برضو لازم تكون موجوده محلول مطهر زي البيتادين. طبعا ده بنحتاجه بقى في تطهير الجروح السطحيه الخدوش بقى اللي بتحصل نتيجه بقى شقوه الاطفال واحنا كمان ممكن نتعرض لها. صح. فمهم ان يكون موجود. طب لو مش موجود البديل العظيم ليه هو الميه والصابون نقدر ان احنا نطهر. الكحول هيبقى مؤلم. الكحول هيبقى مؤلم جدا لان الجلد هنا مفتوح. احنا ممكن نستخدم هيحرق قوي. الكحول ممكن نستخدمه على جلد سليم لكن الجلد المفتوح هيبقى مؤلم جدا بالنسبه للمصاب. طيب برضه ميه وصابون هي البديل الامثل لتطهير الجرح قبل التعامل معاه. قبل التعامل معاه بعد البيتادين طبعا يعني لو احنا ما عندناش بيتادين. لو ما فيش بيتادين كبديل البيتادين ويعني بناكد الجروح السطحيه اللي هي الخدوش البسيطه لان الجروح العميقه هتبقى محتاجه الاولويه لايقاف النزيف. طيب من الحاجات برضو اللي محتاجين تكون موجوده بلاستر طبي اكيد هيساعدنا برضو في تثبيت الاربطه واحنا شغالين. طيب ادوات بقى التعامل مع الحروق. شاش الفازلين مهم جدا طبعا لان زي ما كلنا عارفين ان هو شاش طبي معقم واجمل حاجه بقى فيه ما بيلزقش. يعني احنا بعد ما بنسعف الحروق بطريقه معينه هنتكلم عنها بغطي بشاش الفازلين. طيب لو مش موجود ممكن يساعدني في التغطيه وجود منديل قماش زي ده ببدا الفه حوالين المنطقه المحترقه ويفضل ان هو يكون مبلول. برضو يعني ممكن وجود قربه زي دي برضو مهمه جدا. ممكن نملاها حاجه بارده فاستخدمها ككماده بارده او املاها حاجه سخنه فالعكس استخدمها ككماده سخنه بتساعدنا في اسعاف كتير من الاصابات. اكيد. فيعني دي المكونات الاساسيه اللي المفروض تكون موجوده في شنطه الاسعافات الاوليه ان شاء الله. طيب عايزين نتكلم على حاجه من الحاجات اللي ممكن نتعرض لها وازاي نقدر ننقذ الشخص المصاب بيها. يعني مثلا نتكلم في البيت الاول. تمام. لو حسيت ان حد مثلا امي مثلا او كده هتتعرض لجلطه او هتتعرض لكومه سكر او هتتعرض لحاجه من الحاجات ازمه قلبيه ضيق في التنفس سكته دماغيه كل ده لا قدر الله طبعا يعني وارد ايه الحاجات اللي انا اقدر اتصرف بيها كحد موجود معاه في البيت الحقها ازاي؟ تمام. وكل حالة ليها حاجة أكيد. أكيد. طيب تعالي نبتدي الأول بالسكتة الدماغية. هي إصابة عشان برضو نوضحها للناس. هي إصابة بتحصل في المخ نتيجة إن حصل انسداد مفاجئ في الأوعية الدموية اللي موجودة في المخ أو حصل نزيف. سواء حصل نزيف أو حصل جلطة الأعراض اللي بتظهر على المصاب في السكتة الدماغية بتبقى أعراض واحدة وبتظهر بشكل مفاجئ. فإحنا الأساس في السكتة الدماغية هي سرعة الاشتباه، سرعة التعرف عليها. فبيساعدنا في التعرف عليها ان احنا نبقى في اعراض معينه لازم نكون حافظينها كويس قوي. اول عرض ممكن يظهر في مصاب السكته الدماغيه احساسه بصداع شديد وحاد ومفاجئ وغير مبرر. ده كده واحد من الاعراض. من الاعراض الثانيه ان يحصل ضعف او تنميل او عدم احساس بنص الجسم. ممكن يحصل بدايه بقى من الوش يعني نص الوش يمين او شمال او الايد يمين او شمال او ممكن كمان بالنسبه للرجل في نص الجسم يمين او نص اليسار. من الاعراض الثانيه اللي ممكن تحصل صعوبه النطق او صعوبه الكلام. حتى بيبقى عرض مشهور قوي يقول لك ان هو لسانه تقيل كلامه مثلا بيتقل مش مفهوم. ده من ضمن اعراض السكته الدماغيه. ممكن يحصل ضعف في الرؤيه، ممكن يحصل صعوبه في البلع وسيلان في اللعاب، صعوبه في الاتزان. طيب الاعراض كتيره فاحنا عاوزين نوضح بقى يعني اهم واشهر الاعراض اللي عاوزين نحفظها قوي. الكلمه دي هتساعدنا بقى ان احنا نفتكر نفتكر الاشهر الاعراض اللي ممكن تحصل في السكته الدماغيه. اول حرف عندنا هو حرف الاف فيس. زي ما احنا لسه قايلين مصاب السكته بيحصل ضعف وتنميل وسقوط في نص الوجه. فاحنا لو شفنا الشكل الاولاني ده على المصاب فبنطلب منه انه يبتسم. فالمصاب بيواجه صعوبه ما بيقدرش ان هو يبتسم. مش عارف يبتسم وبيبقى المسعف شايف فعلا السقوط واضح قدام عينيه. الحرف الثاني الايه الارم اللي هو الذراع. المصاب واخدين بالنا في دراع هو رافعه وفي دراع ساقط واقع مش قادر. انا لو قلت له غمض عينيك وارفع ايديك الاثنين فالدراع السليم هيحركه ويرفعه اما الدراع الثاني في الغالب هيسقط لتحت. اس سبيتش الكلام. المصاب لو خليته يردد ورايا جمله بسيطه انا بستشعر ان هو فعلا لسانه تقيل او كلامه مش مفهوم. مش شرط الثلاثه يظهروا.
ممكن عرض واحد من الثلاثة، وعرض واحد يكفي في الاشتباه ان المصاب بيعاني من سكتة دماغية. طب اخر حرف بقى اللي هو التي، التايم. في التايم هنا بقى الوقت مهم، الوقت مهم جدا في السكتة الدماغية. على طول بنتصل بالاسعاف ونبلغهم ان احنا عندنا حالة سكتة دماغية، ده رقم واحد. رقم اتنين بنسجل الوقت، الوقت اللي ظهرت فيه الاعراض دي، معلومة مهمة جدا هيحتاجها الفريق الطبي بعد كده. طيب خلال بقى الفترة لحد ما توصل الاسعاف، ممنوع ان انا اكل المصاب او اشربه اي حاجه. يعني طبعا بتابعه شويه بسكر، حاجه مسكره خالص. مش في كل الحالات، مش في كل الحالات طبعا. لا مش في كل الحالات. هتابعه وراقبه لحد ما تيجي الاسعاف، حطه في وضع مريح، اهديه طبعا واطمنه وافضل جنبه لحد ما توصل المساعده الطبيه. طب حاله الاغماء دي بقى بتحصل كتير برضو في البيوت، تبقى ست واقفه بتطبخ بتعمل وفجاه يغمى عليها. صحيح. حاله الاغماء ازاي نلحقها؟ وبرضو هل الاغماء ده بيبقى انديكيتر او اشاره انه في حاجه تانية غير الاغماء دي، او مجرد هبوط عادي وخلاص؟ طيب. ولا لا، وازاي برضو اقدر افوق الشخص المغمى عليه؟ طيب خلينا نوضح الاول ايه هو الاغماء. الاغماء هو فقدان وعي لفتره قصيره نتيجه ان الدم اللي رايح للمخ قل شويه. ده ممكن يكون وراء اسباب كتيره قوي، ممكن تبقى اسباب بسيطه جدا زي مثلا ما حدش، واحد مثلا ما اكلش كويس، واحد مثلا بقى له كذا يوم ما بينامش، او حد جاله مثلا خبر مش حلو مثلا، فدي اسباب عرضيه ممكن تتسبب في نقص تدفق الدم. بس على الناحيه الثانيه ممكن يبقى في سبب كبير، حصل مشكله مثلا في القلب ادت الى فقدان الوعي. طيب احنا نتعامل ازاي مع المصاب؟ قبل ما يحصل الاغماء بتبقى في اعراض تحذيريه بتقول ان يعني لو الحق نفسك، احنا الجسم هيغمى عليه دلوقتي او هيفقد الوعي. الاعراض دي زي ممكن كلنا ممكن نكون في يوم من الايام حسينا بيها، الدوخه، الزغلله، برط الاطراف، احساس بالغثيان، خروج عرق، تعرق شديد من المصاب. ده بيحصل ما قبل فقدان الوعي. في المرحله دي انا اقدر الحق المصاب قبل ما يفقد وعي. ازاي؟ ببساطه، هو الدم مش واصل كويس، انا هبدا اوصل الدم للمخ بكميه كافيه عن طريق ان انا ممكن انيم المصاب وارفع رجله زي ما احنا شايفين هنا في الصوره بالظبط كده. المستوى ده ما خدش الرجل، على كتافي، ما اقعدش قدامه، خد الرجل على كتافي فارفعها اكتر. لا هو ليها مستوى اللي هي 30 درجه بس. في ناس كانت بترفع رجل قوي، دي من ضمن الاخطاء. انا مش برفع رجله قوي، هي يعني مش بجيبها 90 درجه. ايوه. لا انا يا دوبك بس زي ما احنا شايفين كده في الصوره. الارتفاع ده بيبقى بالنسبه لنا في دي طريقه ممكن نساعد بيها يعني زياده تدفق الدم للمخ. في مناورات تانية اسمها مناورات الضغط الجسدي المضاد، بنطلب المصاب يعملها. الهدف منها انها تضغط الاوعيه الدمويه وتساعد على زياده تدفق ضخ الدم او تدفق الدم للمخ. لو شفنا كده في الصوره، في صوره تانية في كده فيها كذا ثلاث اوضاع او ثلاث مناورات اهي. هل دي بالظبط كده الشكل الاول اللي هو 17 ده اسمه وضع القرفصاء. يعني احنا بنطلب من المصاب انه يعني يقرفص. النزله دي بتضغط الاوعيه الدمويه اللي موجوده في العضلات وبتساعد على زياده تدفق الدم، او ان احنا نقول له اعكس رجليك وشد عضلات رجلك وبطنك، فبرضو الشده دي تضغط الاوعيه الدمويه، او ان نقول له امسك ايديك وشدهم عكس بعض، ده بيضغط عضلات الدراع وبيساعد على زياده تدفق الدم. متوقع التحسن خلال دقائق. طب لو ما حصلش تحسن خلال دقيقتين بنتصل بالاسعاف. ده ما قبل الاغماء. طب لو فقد الوعي، هنا بقى اهم حاجه رقم واحد الاتصال بالاسعاف، وفورا هنحتاج ان احنا نفحص تنفسه من خلال ان احنا نراقب حركه صدره. حركه صدره بالالم يعني، لان الناس بتقعد تتلطش ولا غرفان ويقعدوا يلططوا. بقى انا بتضرب ليه دلوقتي؟ انا مغمى عليا وبتضرب كمان. بصل وبرفيوم وبصل، صح؟ بصل او برفيوم. بصل الحاجات دي صح ولا غلط؟ الحاجات دي كلها غير مفيده للمصاب، وعشان كده انا بديت الاول اوضح ايه معنى الاغماء عشان الناس تربط ان الاجراءات دي ملهاش علاقه بالموضوع خالص. طيب بفحص نفسه من خلال ان انا براقب حركه صدره. خلال 10 ثواني بكون مقرره، لقيته بيتنفس بروح لفه جسمه على الجنب، جايباه على جنبه اليمين. أوكي. او الشمال. اللي هو وضع الافاقه اللي احنا شايفينه ده على الشاشه. بالظبط كده. تمام. وركبته ركبه تبقى قصاد ركبه، واحده متنيه واحده مفروده، عشان يبقى ثابت بحيث ان هو ما يردش تاني على ظهره، ما يرجعش لظهره، ما يرجعش تاني. الوضع ده طبعا مهم جدا. ليه؟ لانه بيحافظ ان يفضل مجرى الهواء مفتوح. مظبوط. لان احنا بنخاف من ارتخاء قاعده اللسان. فعشان كده بنحول وضعيه جسمه من الوضعيه اللي هو على ظهره كده، ممكن اللسان يرجع ورا القصبه الهوائيه ويقفل القصبه الهوائيه. لكن لما يجي على جنبه احنا كده بنحافظ ان مجرى الهواء يفضل مفتوح. طب
في السقطة دي ممكن الشخص يأذي دماغه. خبطة الدماغ برضو إسعافاتها الأولية إيه لما تبقى خبطة قوية أو شديدة؟ طيب او مثلا تتفتح يعني الخبطات طبعا بتتراوح ما بين خبطات بسيطه وخبطات شديده. الخبطات البسيطه دي ممكن نتعرض ليها جوه البيت، والاطفال كمان الشقاوه بقى بتاعتهم جوه البيت ممكن يتعرضوا ليها. في دماغي كمان انا شخصيا كمان الكبار وانا بركب العربيه باخد القايم دايما معايا بالظبط كده، اللي هي الخبطه بتاعت سقف العربيه دي. وفي بقى الخبطات الشديده بقى اللي هي بتحصل في الحوادث، حوادث السير والطرق. فاحنا لو هنتكلم على مستوى الخبطات البسيطه اللي بتحصل لينا كلنا، فلازم ناخد بالنا من شويه اعراض لو ظهرت بعد الخبطه حتى لو بسيطه لازم نتوجه للمستشفى، لان قد يكون حصل ارتجاج في المخ. الاعراض دي ان المصاب بعد الخبطه البسيطه دي يفقد وعيه حتى ولو لفتره قصيره، او انه يشعر بصداع شديد بعد الخبطه، او انه يتقيأ، او حتى الميل للقيء، او انه يحس انه مش متزن وعينه مزغلله بعد الخبط، دايخ شويه. هل ده ممكن يحصل بعد الخبطه بساعتين ثلاثه؟ احس ان انا دايخه او حاسه ان انا عايزه فعلا فهو فعلا مش شرط يظهر على طول، ولذلك هو لو ما ظهرش على طول احنا بنحط المصاب 24 ساعه تحت المراقبه المباشره. لو ظهرت الاعراض ديت على مدار الساعات اللي جايه برضو بنبدا على طول نتوجه على المستشفى. طيب الحروق بقى برضو من الحاجات اللي بتتعرض ليها الست في البيت كتير، واكيد ممكن تحصل برضو بره البيت. وبرضو لو ولادنا ولا حاجه لا قدر الله، ازاي اتعامل مع الحروق؟ الناس بتستخدم المايه الساقعه، الناس بتستخدم معجون الاسنان، في اكتر من طريقه كانت منتشره، ايه الصح وايه الغلط يا دكتور؟ طيب طبعا الاخطاء الشائعه كتير قوي في التعامل مع الحروق، ولو احنا حطينا حاجه غير اللي احنا هنقول عليها على الحرق ده هيسبب ضرر ومضاعفات كبيره قوي للحرق. يعني خلينا اعيد تاني الاخطاء برضو او الحاجات اللي بتستخدم وهي خطا. زي ما حضرتك قلتي معجون الاسنان، البيض، الدقيق، الزيت، وكمان التلج. التلج لان معلومه الناس ما تعرفهاش ان التلج بيحرق. ايوه فما ينفعش ان انا استخدمه في تبريد الحروق. جربي سيبي ايدك في الفريزر شويه هتلاقيها لزقت، ولو حاولتي تطلعيها مش هتعرفي هتحرقك. بالظبط بالظبط. طيب فاحنا اول حاجه حصل حرق ولو كان جوه البيت، يعني رقم واحد تامين المكان، ان احنا نبعد المصاب عن مصدر الحرق، او نحاول ان احنا نفصل مصدر الحرق، يعني مثلا بوتاجاز نقفله، الحاجه السخنه نبعدها، وبعدين بناخد المصاب ونحط الجزء المحترق تحت تيار ماء جاري من الحنفيه، الماء العاديه بتاعتنا، المده 10 دقائق على الاقل، ويفضل ان احنا نوصل لتلت ساعه. مهم قوي لو في بقى خواتم، ساعه، اكسسوارات بنشيلها، لو في هدوم بنشيلها بشرط انها تكون غير ملتصقه، لكن لو ملتصقه بنسيبها مكانها. بعد التبريد بنروح مغطيين على طول المكان ده عشان نمنع حدوث عدوى الجزء المحترق، وده ممكن يساعدنا فيه زي ما اتفقنا شاش الفازلين ده يساعدنا فيه، او القماشه دي نبل لها ميه، او ممكن كمان البلاستيك الرقيق اللي احنا بنلفه حوالين الاكل ده ممكن كمان يساعدنا في التغطيه. وعلى حسب الحاجه بقى بنتوجه للمستشفى. الاسترتش اللي هو بتاع الاكل. بالظبط كده. يعني نخلي عندنا برضو مرهم حروق في البيت، يعني ونبعد بقى عن الحاجات اللي احنا كنا بنعملها قبل كده دي، التلج والحاجات والميه ومعجون السنان والحاجات دي. تمام. سؤال مهم قوي قوي وسريعا جدا، معلش يا دكتور، لو حد داخل على جلطه نستخدم معاه اسبرين ولا لا؟ لان ده برده حاجه من الحاجات اللي مهم جدا. طيب الاسبرين يبقى هنا احنا هنا بنتكلم عن الازمه القلبيه اللي هي جلطه القلب، اللي هي انسداد في احد الشرايين التاجيه اللي بتغذي عضله القلب، او الضيق الشديد. مهم قوي نبقى عارفين اهم عرض يميز مصاب الازمه القلبيه، هو الالم الشديد اللي بيشعر بيف في منتصف الصدر. ممكن هنا في صوره توضح لينا احنا بس عشان بس وقتنا بينتهي، فاحنا عايزين الاجابه دي سريعه. الالم ده بيبقى الم ضاغط عاصر، وممكن يسمع في المنطقه اللي حوالين القلب زي الكتفين، الدراعين، الظهر من ورا. طب لو المصاب بدا يشعر ويشتكي انه حاسس بالم شديد في منتصف صدره، نتعامل معاه ازاي فورا؟ رقم واحد لازم نريحه في مكانه ونتصل بالاسعاف، لان عامل الوقت مهم جدا بالنسبه لمصاب الازمه القلبيه. رقم اتنين لو معاه دواء موصوف له من طبيب للحاله دي بنساعده ان هو ياخده. رقم تلاته الاسبرين بقى، الاسبرين في جرعه يعني مطلوبه لازم نديها للمصاب، بتتراوح ما بين 162 ل 324 ملي جرام اسبرين. يعني اي اسبرين ينفع. لو مثلا اسبوسيد احنا عارفين ان التركيز بتاعه مثلا 75 كويس. نقدر نديله من قرصين لاربع اقراص. طيب. الريفو مثلا 320 ممكن نديله قرص مطبوب بقى. الاسبرين هينفع معانا يبقى مهم جدا، يعني مش اقل من اثنين اسبرين سواء ريفو او اسبوسيد. الريفو واحد لكن الاسبوسيد معانا من اثنين لاربع. بالظبط كده. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور منار حسن، مدربه اسعافات
اسعافات اوليه بالهلال الاحمر، وبرده توعدينا ارجوكي بحلقه ثانيه عشان نكمل ان شاء الله، عشان احنا لسه في اصابات ثانيه ما اتكلمناش فيها لا قدر الله، وطبعا بعيد عنا وعن السامعين جميعا. شكرا لحضرتك جدا دكتور منار، وبشكركم طبعا على حسن متابعتكم لحلقتنا، اتمنى تكون عجبتكم واستفدتوا منها. استنونا بكره في نفس الميعاد حلقه جديده من حلقه انت الساعه 5. سلام.